خاطر هناك واللمة الحلوة والويل لعبوا ضحك وهزل وجاك ومن صورة لصورة نتعاد وسط ديار الحومة نهدوا وسط ديار الحومة نهدوا شف على المسطور والظالم ترسم لوحات كل الناس يسيروا ضده كل الناس يسيروا ضده ريح المسك يخلي الناس مين نتحب على اساس والعشره مودة وخلاص مش بدينا الحب مهيد والذي عشقوني ردوا والذي عشقوني ردوا واللمة الحلوة والويل لعبوا ضحك وهزل وجاك من صورة لصورة نتعاد وسط ديار الحومة نهدوا وسط ديار الحومة نهدوا باهي 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 ما قلنا نطنجيك عاد شنو هو تو شنو هو تو كملتش عليا الهدرة نح عليا هالكمانترو هاي لله نهار كي شريتك الوزة وين هل كنت تخدم في وزنك؟ باهي لله هاو باش نكمل لك الحكاية ستي باش تعرف اللي مش أنا راهو سي طاهر قال لي اللي عبد الرحيم هو اللي قال له اش قال له؟ يقلق ليلك في زوز ما هو قابله في السبيطار طاهر يا ودي ما في بالي بالدنيا الكل اللي قابله في السبيطار وفي بالي مشي وارتحنا منه الاثنين قال للصباح حضرت وتوا وقت خلاص خدامة وخلاص الديون يلزم واحد منا باش يقف ويقبل الصباح استنى ساعة شنيه اللي واحد منا انت في صمحه حطيت خشمك في الحكايه دخلت في العجه يا منير يهديك خليه يكمل الهدره توا بجاه ربي واحد كيف مسي عبد الرحيم يحب على انه زعما يقف على الصابه ويقف على رزقنا ويقف على الداعي والكسب هو رزقه واموره اشكون اللي باش تلهيلو بهم ترى لله هو قال يلزم تعملوا توكيل ها توكيل مش نقول لك ليه ولا الواحد اخر عندكم فيه ثقه هاي جينا هاشي زاد أشكونوا سيدي خويا اللي نجموا هكا نعملوا له توكيل وعنا فيه ثقة تراه مثلا ولدي أنا أقول لكم الحق أنا راهي ثقة تنزعت من مخي ومن هون وغادي هاو نعلمكم والناس الكل تسمعها لحكي أنا اللي باش نتلهي بكل شيء لا يا نانا أنت كيفاش أنت نسيت الطبيب نبه عليك لا تعب لا صفر ما تمشيش تعمل في روحك سبة أيه وزيد عرس سيمونير مازال مديدة وأنت مولات الفرح يلزمك تكون واقفة والله كلمة ذامرة في بقعتها ورس ولدي لو كان ما نقفش ينا على العرس بروحي لا يصير فيه حتى شيء هي لكن الاستدعاوات كيفاش باش نعمل فيهم كون شي لابد يلزمني نمشي الغادي ما كانش والله لما يقيموا فيها لذي تهنى خالتي هاتا ونمشي أنا ونهنيك انت وين تمشي قالوا نمشي نانا يا ولدي من غير توكيل نمشي ونقف على الأمور الكل تهنى وكاينكم حاضرين أنا ما أموري فارحة في الفلاحة أطور رجل لكم الأمور كل يا ولدي تاو باش نبعثك تفلحة هذا راهو تراكتور مكسر وليه ما كنت تحصى هذا مجميعتي واستدعاء وعرس أنا نعرف شكون نقول وشكون ما نقولش و... هاي تحب نقول لك أنت شوف يقبلوك ولا لا ولا يخليوك حتى تدخل الهنشير إلا ما يطردوك مثنيا يصفستوك يا أخوي في الأخير شو أقول لكم الرأي رأيكم أخوي أنا رأيي تمشي وانتم الزوز أنت ومنير أيوة كيفاش يا نانا؟ أنا عندي 20,000 قضية غدو كيفاش باش نمشي؟ ما نجمش هيا رين من سمين عيش ولدي ما يعملوا حتى شيء شوف
منك تقابل محمد الهادي غادي وتصفي معاه الحسابات، ومنك تستدعى بقية الجماع. وانا من هوني ورس ولدي لما نهنيك نكمل نعاونك بالتليفون. فكرة. ايوه، وما تنسيش جنينة فهمتني، لازم تقابلها يهديك ومنك ليها تستدعاها وتوكد على عبد الرحيم زيد. برا حتى عبد الرحيم زيد دخلته في الحكاية، تعليه يا نان. شنو سيمونية؟ تيما هو اللي قريبك وراه اللي عاركك يحبك ياسر. تحبك الأيام الطيبة يا سيدي ولدي انت وياه. شنو يحبني؟ اي هيا ما عاش بكري عليكم. هيا عيش ولدي. هيا ما اسمعنا، انا راني غدو عندي ما نعمل. كان عشنا يهديك. قوم اسمع كلامي. يا يا خالتي دوش. كان عنده ما يعمل خليه هتا ونمشي انا نريك لكم الامور. لا 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 لا. ابا بابا بابا اش تخدم في مخك؟ ساقي ساقك، قوم على اللواج. اي اي ما عادش بكري. هيا يا ما انت سقية عكشت يا مولاي يا ولدي. يا رسول الله. سايس سايس روحك. دي ساي لو سايس. ان شاء الله في وديعة ربي. ايه عطاو مازلنا ما ضغنا تطيبك. اسمع نقول لك، راهو سيمونير يحب كان الماكله المرطوبه والماكله البنينه. اعرف انت ما ياكل في دار حتى حد، يقول ما كلتي انا ولا ما كلت ماما هي ابا الماكله. يا تيسي. تيسي جيت نانا. ايه بديتي فينك يا طفله؟ هاني نانا. عسلامة نانا. عسلامة. قل لي تقدت شكر تنشر عايش بك. ايه ايه الفطور على النار نانا. ايوه انتي هوني الحمد لله مازلنا نشوفوك. مازالت لك سويعات قبل العرس؟ ماهمش سويعات نال جميعات. هي راهو الحق الحق، كي جات الدنيا الدنيا راه قاعده في الدار يزم المشي والجيعات. وقضيتي شكون باش يقضيهم لي؟ من قبيله نستنى في منير باش نمشيو نجيبو الثريات. لي بنيتي كانك على منير مازال كيف خرج توا هو والطفل الازهر. خرج؟ اي وانا متوعده معاه في بالي باش تهزنا اسيا بالكهرباء نتاعها نجيبو الثريات. والله مانيش فاهمه وين مشى يا نان. خيتي وانت شبيك سيمونير سيمونير سيمونير، كي عندك للاسيا باش تمشي تجيب الثريات برا جيبهم، ماهم خالصين ومرقلين تستنى في سيمونير سيمونير ما عنده ما يعمل. ملا ويظهر لي زاد حتى غدوه عنده قضايا. قضيت شنو زاد؟ بنتي ما هو يمشي يتفقد الهنشير ويكمل يستدعى الجماعة اللي غادي. انا جماعة جماعه الهنشير زيدا هو جماعتي اللي عايشين غادي يا غلبة. واه ولا ما يلزمهمش يحضروا في العرس؟ يا غلبة نانا شو ما يحضروش، يحضروا نص وما يشير عرس كان بجماعة الهنشي. ما الحكي نانا هو الحق الحق الحق. ما كرس سيمونير مش استدعى سيمونير عروس. تمشيشي انتي زيد؟ لي نعرف روحي ما نمشيشي، ما نشي من بقية الفاميليا. تي ليه يزي من التخلويذ متاعك؟ مش هذا قصدي، معناها ما فما شكون. والله حبيت نمشي انا، شدني في عمتي في ما تمشيشي في تفكر روحك اللي ما زلت مريضه والسفر مش معقول وبرشا هدره الحق واللي تسلمت. اي بالحق نانا ما لازمكش تمشي انت. كيفاش نعملو ترى؟ كيف هو ما يمشيش ولا ما يمشيش اشنو نحطوش بليغ في الراديو زيد قولوا عرس منير ولدنا؟ لا مش له الدرجه نانا. قل وقتاش باش تجي تشوف الدار؟ ربي سهل فيما هو سهل. وين ربي سهل نانا؟ سيمونير قال لي المره الاخرى وانا نحدد له في الكرافات نتاع العرس، قال لي وجيه انا ما يحلي لي عرس وما تحلي لي دار وما تحلي لي عروسه الا ما انا نجي للدار الساعه. ما تفكرنيش، تفكر ولدي لين باش يغيب عليا ما نشوفوش كيف اليوم كيف العاده. عينيا تظلم وقريجمي تلصق. وين باش نمشيو نانا؟ هنا هوني بحذاك في وسط البلاد، غير ما تقلقش منا برك، تعرف عملني لك بيت بذمتك. نانا يزي بربي باش تبكي لي انا نانا. وبعد هذا ودونو انا سيمونير المره الاخرى قال لي وانا نقدر في كرافات العرس، قال لي شوف قل لنانا بعد العرس نهار عندي ونهار عندها، نهار عندي ونهار وبرخص هي ديما عندي 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 وانا وراك. ليه بنيتي؟ انا عمري ما نخلي داري ونخرج منها ابدا. ماني حبيتهم يعرسوا بحذايا وقلت لهم الدار واسعه وعريضه. حبوا حريتهم ربي يهنيهم. نانا هنينا معاك. ربي يعمل دليل ويصبرني. شو عملتوا في استدعاوات العرس؟ وصلوا شي تفرق وشي مزير. ما عاد ما مزير يا بنتي فاش تستناه؟ هاك بعث منير الهنشير يا نانا. ايه حتى لو كان ما مشاش للهنشير حلو توا هكا يا رسول الله عروسي مشي يستدعى بيدو ما بشي كامل يقضي قضيته. بيه
كملوا انتم اللي خصكم الكل وكيف تجيوا قدرة ربي تلقاو نحن حاضرين باش عايشك الله يسلم عليك. اللهم صل على النبي. ان شاء الله سيدي عتبه مبروكه. عايشك. ما زلت حكايه النصب هذه البرانيه ان شاء الله ركبناها مع البلديه وما عادش عندنا حتى مشكله. يا خويا انت باش يكيدك امور البلديه والامور الكتابيه هذه كلها تنظمها انت. خويا بروك. ان شاء الله محل مبارك يا خويا. انا نبدا نشوف بشويه بشويه. الموقع باهي. اما اللي كان فيها كان قطع حنون. لا لا ودي ما توهكش. ما بشويه بشويه توا الخدمه تمشي وكل شيء ترجم. المهم البلاصه. البلاصه هاي. وزدت على زيادة خذناها بلاش عبود بلاش 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 ما نتاع نسيت وما خرج منها الكاري إلا بشق نفس ورصات له شكاية وزاد شابك الكاميونة فيك معاه جديدة عاد جاتني فكرة الخضرة والغلة أنا أحسن ما عملته والله أحسن ما عملته خارق العادة أنا قلت ديما كنت نقول كي تخدموا انتوما مع بعضكم أموركم تمشي سانك سانك إن شاء الله أما خير ولا تدخلوا واحد براني معاكم لا لا زيدك زيادة أنه هذا كله الكمبيالات أقل شو خضرة بالكمبيالات هذا؟ يا ولدي ما الحنوت باش ركبناها وسويناها وزيناها تكلفت مع الكاجوات والوذر وغير وتعرف ومصاريف الكاميونة تقول لي بالله الكاميونة هذيك وقفتوها ولا خليتوها تخدم ولا؟ لا لا تخدم كل عشية هيك تهبط تعمل دورها باب الخضرة للسواق ومن كرية لكرية ولاباس واللي مقلقني أنا الصانع اللي يخليه في بلاصتي العشية اخويا مكسر لي في سيستم الخدمه يا اخويا تعرف كيفاش زاد شنو نعمل شيفور زاد الكاميون هاو انا العشيه هاني قاعد على روحي ما عندي ما نعمل كل شيء كريا يعمل الله وانت علاش ما تاخذش حوين تحذانا هوني لا 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 يا ولدي يحب له برشا هبوط ومصاريف يسيب عليك علاش وما حانوت نتاع مثلا نتاع بالقاسم اللي من غادي مسكره ملي مشى لدرخال هذاك عمل عامله تشيكات مش عند دخلت حانوت هذه مثلا ما خرج منها ملاهله بالمحكمة انا خويا بصراحه مانيش ناوي باش نقل من الحانوت نتاعي تعرف هذيك انا وليت قطعه منها وهي ولات قطعه مني بصراحه الكليونات نتاعي يجوني من بر البر هز السرعه يا ولدي شفت عنده كليونات سم موش كليونات هكاك وبرا لا لا سامحني ما عندكش روح المغامره انت شنو مغامره لا وزيد الكراء هذيك وين باش تلقاه مولات الكراء وين باش يلقاها شنو دوجه الله يكفر منها الناس تعرف هذيك كيما يقول المثل تمضغك تمضغك وما تطيشكش اما كسامي هذاك يحب يلوج على حانوت في الشارع البرا على الشارع الكبير لا انت شنو من وسامي باش يخلي ليونات وحومته وجيران وزيد عنده غادي ألف تيمو هذاك علاش هو ما يخديش اكل قط وحاطط عليه المشي يولى سيد قالك بيدي لا بيدي يا عمر ايوا ولقاش الحانوت اي بحث المكتب غاديك البرة ما نبطل من الالفه بالعكس ما بطلش منك باش يولي منه لله العين ما نقولي صحيبك غاطس في حبك درباني للكوبيتا كوبيتا شنو كوبيتا الكوبيتا يا ولدي ما تقولوش خليهم أشتر شكور أهلا مهرة صباح بريتك قبيلة بعد الليسي يا أخي مشوفيت لغرايا ليه عندي صاحبتي سكن غاديكا تعدي طل قاعد عندي كل ريفليكس كل قضية ولا رونديفو نعمل قدام المكتب أهلا في السلامة كوش نسخالك تضرب الشارع تحب تراني كان قدام الكوشة استنى في سوينيا لا موسيني في القراية كفرك سفيك بالسنار وكجي سلاع حضر روح العكاز خاتي دوش مدلا سيني حبش يفهمش معناها صديق الله غالب حبش يعرفش معناها وليد حوم انا واحده من الناس ما كذبش عليك خم كان في قرايتي تو اي عطا وسلاعه سلاعه قرايه تعرف انا ما صدقت ربي فات بريود الامتحانات باش نرتاح ونحضر الكتب اللي يعجبوني واش اللي يلزمني نقراهم للعام الجاي خبلياتاش اخي ما تعرفوش راحه سلاعه
رقصة في البحر سهرية في مهرجان المهرجانات. اش خص؟ قل لي انتم عاد راكم لميتوا حوايج الخلاعة هكا ولا ليه؟ كيكا دارنا تهنى دو ما تسكر المكاتب يهجوا للشط لا يعولوا ولا يدهنوا ولا يقرقشوا. يا عاد كل بلاد ورطالها. هذه انت خالتي خديجة عاد ولا انت عدد وهذا كيف ما تقول انت؟ خليني انا تو باش نمشي للحجام. علاه عليكم عرسة؟ ليه ليه باش نقد شعري ومن بعد نقعد في الدار. لوين؟ لي عندي ميسيون باش نتفرج فيها. هاي باي. بسلامة. وين دي تهور؟ اش عندك؟ قال لي عرس ولا تهور ولا وطية ولا مهرجان؟ أنا عندي حاجتين مقلقين. عندي تلفزة ما حبيتش تخدم، ما نعرفش هي السبة نتاعها. حاجة أخرى فيديو؟ لا. الصيف هذايا مانيش عارف شو نعمل. كيفاش عندك متاع؟ ثم ناس تعمل برنامج وشنو متاع خلاعة. ثم ناس أخرين تمشي تعلم رقمة تصب دقة. ثم ناس أخرين يلموا ساقيهم ويدخلوا للقفص الذهبي يتزوجوا. كيف منير شفتك الحاله اللي فيه؟ والله حتى انا هذاك علاش ساق قدام وعشره لتالي. وما يقولوا العزاب الزواج شر لابد منه. بسلامه يا بني. صحه بالمسبح. صحه صحه خالتي سعاد. عيشك يعطيك الصحه. اما مشكل العزاب بركه برشا معرسين يذل اللي عاملين جو. يا سي منير لو كان خلطت قبل بشويه انا توا غاد. تشبيك انت بستير بالفرح؟ هذه حد نيتك ما عندي ما نعمل نخلي قضيتي الكلها وفر نمشي طاير لهنشير. لا كيفاش قضيتك ابجل شنو ربي يقضي الحوايج. اما مو اللواجات هالقيت هذايا كله الشفوريه بتاعهم يمشي يفطروا. باه شنو هي المشكله توا؟ لا ما فما حتى مشكل. اما انا قلبي عليك نعرفك اللي عندك برشا قضيات وتحب تمشي وتجي فيسه ولا انا بربي هاي قول لي اش من ديني هاي. اسمع كي مش فما ديما هكا سمسارة يدوروا لهنا تي برخت فينا وحيدي حلنا مشكلة الكراهب. هي حقها والله فكرت لي السمسارة بتاع المحطة هذية صاحبي واحد يقولوا له العجعاج والله ناس طيبة مسيك كيال وجوه. تعرفت عليها وقت كنت أقوم بالسفرات الدورية بناء على رغبة ميمة. ميمة؟ شكون ميمة يا خومك كانت تبعث فيك لهنا؟ تي سي منير تي أمي الحاجة. آه أمك تي عمتك. يا بيه مليح برا شوفنا سي عزيز متاعك ولا سماه ربي بر. لا يا سي منير تي وين طالع؟ يهبط وانت ديما تتشعبت. تي لا حبيت أقول لك العجعاج يا سي منير ما يحل المشكلة كان هو ديما يعجعجها وفي آخر لحظة يلقى الحل. آه هذايا لو كان أنت تمشي تخدم خدمته وتوتيك خير ما تعرفش قداش يخرج عليك الدومين هذا يا لازم. انا دومين سي منير. شنو انا دومين؟ دومين تاع عجعيج والشاشيت هذا على راس هذا. كي لا عاد انت انا حبيت نقول لك انت مازلت باش تقول قص علي الهدر برا يمشي شوف لي العجاج نتاعك راك طيرت هالي. يا خويا مضمرك العجعاج يا سي منير العجعاج. يا ربي العجاج الرياحيه الرعد برا يمشي انت برم شوف هنا برك. هاني ماشي. اوه هالوجوجه. ها عجعاج اهلا شو احوالك؟ هيا شوف لنا سوس بلايص انا وسي منير. ابا 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 ايش يموت على الحديث نهار كله يهر ما يجيكش غريب هذاك قاعد يكمبس الصفقه. امسك راه ما نجمش يستنى مريض بالاعصاب. شبيه هذا يغزل لي باش يبكي وش عليه هابط له كوكب اخر زعما قاعد يقول له يا الازهر يا الازهر. هاي هاي أنا جيتك يا سي منير. قلت لك ما عندوش حتى جرام صبر خايف لا يفد وتشدوا الكريز بتاع العادة. لا لا بتخش ما فما كان الخير إن شاء الله أول شوفير يدخل يكلموا عليكم ويوصلكم ولو الكهرباء ناقصة الله لا يجعلنا جرى. أي وجهي وجهي السلام عمر راشد. الله يسلمك. تشبيك أنت ضربت لي نص ساعة تبرلي وليت الفداوي تخرف من عبد العبد. لا لا يا سي منير وسع بالك وبركة وسع بالك الخاطر ياسر كما تعرف احنا بجلو وسع بالك شوية يا دي الفايدة في صحتك دريجين من زمان وانت شدت نية. هاي هاي الله لا يجعلنا جو الرجل يسخف والله يسخف لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. علينا هذا يسخف مسكين بهيش زاد شاف سقايف جبيرة.
يا خوي شنو هي الزنزانه اللي حطيتها هنا؟ تشد روحك انت وانت مبكر لك حفية بالدماغات طلطح. والو يا ما على سلالة رسولنا زغرتوا عليك. زغرتوا عليك الحسن يحسب الباقي. ولكن ما يهمش هذا يا ويما الشعر مهبي لبي لبي. والله يا اخوك انسان طيب اكبر منك ويقدرك ياسر. حتى انا كان عندي خويا مريض شوي تعبنا عائله كامله من اللي هزيناه دار عمي في الفيرما رجع لاباس مخ دار وطريف هكا هواه واحد يا تشوف نهايرين ولا ثلاثه يبعد عليك الهواس وترجع صح سالم وانت مازلت صغير مازال مستقبلك لقدام. احمد ربي اللي عند اخوك اكبر منك لا يبيك. شوف مسكين كيفاش راك هو قبيل يتشحط فيا انا والعجعاج باش نركبك انت الاولاني. باش حمم لي قلبي كيف قال لي انت مريض بالعصار. شو سيمونيه مرباس والله يوم جاد 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 علاه تقوم فيه خليه راقد خوك تاعك تيش بدخلك انت اوصل قدامك عايش بكر تغزر لي في المرايا حطك ما عايش تغزر لي وانت ما فماش نوم قوم قوم الرقاد لا اوصل قدامك عايش طلعت من هبور قدام الناس حطوا انت فيها وينك يا تجيني نعتك عوينه وتطل عليا تشوف دوجة شجرة فيها بعدك يا ربي سيدي إذا بي البيت ما ندخلهش. لا إله إلا الله محمد رسول الله وعد الله وكعب اللي خفت منه الكل حصلت فيه. يا تيجيني يا حسرة على لبستك وعلى دهكيلتك وعلى دخلتك عليا. خبيت راسك وخليتني قاسي وحدي. يا دنيا يا دنيا يا مشوارب يا مولية القلب الهارب ويني داري وين ضحكها ولعبها اللي كان فيها سهريات لوجوه الصباح اللي خفت منه جيتي الطفل منير ربي هنيه ولادي عهدك بيه عرس وحصل دويرته وقتلها بمرايته إذا كان ربي رزقه بوليدات ما عاش يشوفه بالكل لها في وليداته وفي روحه. إذا عمل المليح حسب يطلع عليها من العيد للعيد. حتى خديجة بعد ما هرب عليها رجلها ومشي قلت نعاونها مكانها حزية.
حسبها كيف بنيتي، بنيتها بنيتي. ليه ليه اللطف في سبع عوينيتها واللي تسمن على علي دي، حتى كان خذيته خلي تاخذه، المهم ما تبعدش عليا وتخليني براسي. انا والله ماني عليها، هي يا ربي نجحها في اللي ناوي عليه. ما كنت نيت يا اخي، كنت فكرك ولفة متخلق. انت طالع علي جاية ماشية داخله خارجة ميدوجة، جبت لك حوايجة، فكرني بكويس ماء، شربني دوايا. لكن مشيو يغرب لك الله، لما يطيح الليل، لما يطبطب عليا، لما يتفقدني، الأخر حتى كل الفرخة بتسيه، حتى يتسمن نستبنيها وتوليت بيت حديا، قد حديا عيش بنتي تون تزهزك وركزك ونعرس لك. شيء دارت دارت قديش ركضت بها فرس لغار كيش يسهر دي، حتى كطفل الأزهر الطاهر كيف كيف سامي ما قال حتى الحد كم غادي الغادي. كل حاجة تتعدى يتجي إلا الدار اللي خليتها كيكة بلاش أوراق. كنت فكر الدار النار تشايفية ليه؟ عليه يا رسول الله لو كان يخرجوني من هكوش نهبل ولا نهبل ليه؟ بعد عزي وهنايا وقديا ترسلي في دار العزيز يا رسول الله. هكا حالي اللي عنده، لا ونيس لا رفيق لا خايا لا بنيه نشكي لها كلمتي. ما يصيرش، عندي وجه الله، عندي وجه الله هو رفيقي ودليلي ونيسي. الحمد لله يا رب، الحمد لله. اللهم صل على النبي يا ولدي زيد. الفلاحه وحدها زيد، فلاحه فلاحه يلزمها قليب يا الازهر، واحد بخلي كيفك ما يظهر لي كان تلقى راحتك هنا. لا عاد يا سيموني، حتى سي الازهر زاد باين فيه خدم. يا ما مشكله السيناس هي، قل لي الاحوال السلام باهيه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله نشكروه الحمد لله. هيك هاو مادام الكبن مخرص والنعمه في الشكاير ما عاد ما مازالك هاو. نحن رواسي الازهر من تهنوه الا من قبلوا النعمه ونجيبوا العلفه. يا اخي قل لي بالله عندكم الكوري ليه؟ علاش سكرتوه هذاك؟ اه مو في العيد يا بدي. اسكت اسكت ارحم والديك. ما خاطر سي منير
في العيد عندنا برشا غنم وبرشا ساعي بعناها كلها وقعدوا كان شويهات وشويه بقرة الكوري قعد فارغ. ماني قلت لكم انا الف مره اعملوا سونداج طلعوا الماء باش ما تقعدوش ديما متخوفين من قله المطر. الاخرين هذا اسكت يا ولدي اسكت يرحم والديك اسكت. سونداج وش نعمل ابوي هنا تبارك الله سقوي غير تربي غادي للشيره الاخرى فيها سونداج والشيره الاخرى شيره عبد الرحيم هكا كلها قبح وشي هنا خير تربي. هاي به على الاقل هكا اضمن وخير. سي منيره خطر الابار والسونداج لازم تكاليف كبيره مش كيف كيف. يا ولادي هيا نمشوا نفطروا وارتاحوا راكم تعبوا. اي انا عملنا طله توا هاتوا بعد نزيدوا نكملوا. هاي باي يا اخي قبيله انت حقا كنت مشرينا زريعه كيما عندكم زريعه. ليش لنا شويه زريعه سي نظر تعرف لازم تدور كران ماكينات والقدامه والغبار ما عندنا. اسكت يا ولدي تعرف مصاريف كبيره. لا عاد حتى المداخيل اللهم صل على النبي. انتوا معلش ما تكثروش من الشجر والخضر. اسي مدير ماني قلت لك كل شيره وشيره هذه شيره السقوي ومن غادي شيره الشجر وشيره القمح والشعير والزهر هذا ويحب لها زاد حسابات كبيره هي باش تطعم في عام الزهر يحب لها الاسود ويحب لها كل الماكينات ويحب لها الخدامه والمية وال اسكت. يا عاد استنى يحب لها هاو عندكم الشيره اللي بحذاكم الكل هذه مزروعه طماطم وفلفل علاش انتم ما عندكمش؟ قول لي هكا عاد هكا نفهمك عاد كان تحب تزيد طماطم وفلفل كل خويا هاك تشوف الخدامه كان معلي كان تزيد شويه خدامه معاها شويه سعي اللي عندنا وشويه غنم يا ربي لك الحمد. وهي الصغار تو تحب تخدم الفلاحه ما تلوش كان على خدمة المرتاحة. لا الفلاحة العصرية طو يزمها ماكينات ويزمها برشا حاجات ويزمها عباد باش هايزهم متخصصة. حتى الخبرة بتاع سي محمد هذي ما عندك فيها ما تكون. على كل حال احنا جينا هنا باش نعديو نهايرين. مرحبا. منا باش نهزوا الكتب ومنها باش نقولوا لكم نستدعيوكم العرس سي منير. اي عرس هذاك في بالي بيه ما مش تو بالطبيعة. لا 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 ما مش عرس شيء ان شاء الله. مرحبا سيدي بكم مرحبا. عجل كلمتني عمتها في التليفون وما قالت لي حتى شيء. هذيك ما متغشى خاطر سي منير ما حبش يسكن بعدها. لا ولدي ما تسمعش كلام ولا متغشى لا حتى شيء. هي اليوم بعثتنا بالذمه باش نستدعوكم منين جاها متغشى؟ عجيب المره الاخرى عملت فينا حاله بالتليفون. هذيك متغشى نوع اخر مو على خاطركم انتم كل مره تقولوا لها علوش مات ها ودرا شنو وكثرت المصاريف نتاعها مسيكمه من غير ارباح. اها سي الازهر يصلي على النبي مش حكايه قال لي علاش ووز الحكايه كلها المشكله على الحد بتاع اللي جا عليها عبد الرحيم هاك المره. ها عبد الرحيم انا ماشي له معي وباش نتداو وباش نمشيو لجنينه وعمك الصادق. استنى استنى ساعه حتى لين نصفيو حساباتنا قبل. يا سي منير صلي على النبي اش من حسابات هذيا وعقبات هاي ساعة نفطر ومن بعد يعمل ربي دليل. تو سي عبد الرحيم اسمع بيكم جيتوا هاو بعث ولده يناديلكم. شكون ولده حسان؟ فرجاني. تو الفرجاني هو الكل تو. في بالك شيخي سي عبد الرحيم يهبط البلاد ويمشي لتونس ويتسوق ويضيق الامور مع التجار والفرجاني هو الكل تو. هو اللي يصفي الامور مع الساعي ومع الغنم ومع الجيران وعلى الارض وعلى الكل في الكل. مالا هما كملوا ولا مازالوا؟ سي عبد الرحيم راهو يلم فيها رزم رزم. هذيك يا راجل قال لي رزم رزم. حتى انت هو بيد السنة صارت مش حاجة. شنو معناها هو بيد؟ جيش قول لي زاد احنا كيما عملناه. يا سيموني صلي على نبيتي هيا نمشوا نفطروا الساعة وبعد يعمل ربي دليل. هيا هيا من بعد تو نشوف. ابو الجهة. هاي برا العيلة قول لهم يرجلوا روح. حاضر. تفضل تفضل سيدي. هاي. مرحبا بك بارك الله فيك. مرحبا بك سي الازهر. مرحبا بك سي منير. مرحبا عيش. والله العظيم شرفتنا يا سي منير و... نفطر ونرتاح وندهن شريبه بلاي. تفضل تفضل مش فيه ولا هنا. اوه الله صلي على النبي جو سي. الطفل بيني وبينك ربي يا هابط في قليد البرج دخلوا من هنا خارج له من غادي كانه مش هو العروس. قلت عليا انا هي العروسه. اش خصك انت عرسك انا لما الله جاب بجي زيني انت بلا تلبيت مست. هذا مش معقول الاستدعاوات التوا مازالوا ما كملوش. قال لك المستدعي في نهاره يقعد في داره خير. اوه نانا فاش قام هذا كله كلام بكري توا العرس الكل يتقرف في ليله ونهار. لطف 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 الله ما حفظنا فاش قام يا ابن
بنيتي. انا والله اللي فهمتك نانا، مره مزروبه مزروبه ومره ماكش مزروبه. تي بلي هي نانا هذه الكل فشقة. تي انت كل مره وكل حاجه تحط فيها الف تعطيله وتعطيله. يا ابتسام يا كبدي، راني كنت تفكر في ريقه بالحياه. اسم الله على ولدي، لا فايده في الحديث. اما حكايه ريحه عقود الدار قالت لهم اسكتوا. توا نانا مش قالت لازهر شوف فيها اوراق الحاجه؟ تي ماهو الحاج كان موسوس بربك. يا زيني بلا موسوس نتاعك بلا هدرك، انا منظم ومرتوب. ايه اي بل من جد. تي اخر مره وقتها جبد لي على عقود، الله يرحمه وينعمه ويبرد اثره، في السبيطار قال لي تهنى يا دوجه كل شيء راه مريقل بالقدا. يا بنتي الكل ما كان الفرخ حسين هذاك اللي قطعهم برا الله يقطعك في كل فم. يزي ما تدعاه برك وانت نهار كامل وانت تصحصح فينا. خديجه وخايتين نصحصح فيكم لطف يا ربي. شنو هذا العشق تاع لعبه؟ ليه هذوما البابي تي بلاد الحلو وهذوما الكيسان جتاب البلاستيك. عشك هذوما اللي حدثتني عليهم اللي باش نشربوا فيهم في عرس منير ولدي 7000 من لطف الخفيه. اللطف 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 الريح للبحر. هذا في عرس منير ولدي نشربوا فيهم احنا تروفكيغ. يا زي عايشك بربي. هو يا اخي ما تحبنا نهزوا كاميون بتاع كيسان بلار. يا زيني عايشك بربي دوزي. شنو يا زيني عايشك؟ اي تي تعرفش كيفاش برد الهي في السويني نتاعك. وقيل جد بابا خليني انا نمشي ننبه على كل كواش مشيش يصهدهم ولا يكبلهم صعب. لا 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 تمشي له لا تعمل لنا فضيحه. الكلهم يعرفوا عرس ولدك والناس الكل في بالها. تي حتى من حيط الشارع اللي عمره ما تبيض بيضوا 3 مرات. لطف 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 يا بنيتي. مالاش هيدا منين جبتها؟ حيط الشارع عمره ما تبيض. انت المره الاخرانيه بركه واحنا نبيضوا في حيط الشارع طلعت سطل مليان بالجير لدارك باش قلت روحك الدار الداخل. اي اوه يا حسره عليك. وكان نلحق عيني اطلع شوفوا بعينك الفوق وشوف في كاينو العرس عندي انا الفوق. أي أي. اما السقيفه والحيط البراني اذا كبايك انت يا دوجه يا دحنوسه. دحنوسه اي دوجه دحنوسه اي. وعدل علي هاي غنيتها ونيه باش تهرب عليا مره واحده. انت وجهي لو كان جا لبالك بالاول مش راك مشيت سكنت في دار لوستك خير ارتاح ليا وليك وترتاح من برشا حاجات وتربح برشا حاجات. بالله شنو باش نربح كي باش نسكن في دار لوستي؟ شنو باش نربح؟ المرج والهرج والحكان والدكان الوين هو الكري باش ندفعوا غادي ولا هون؟ كيف كيف؟ انا خيري وانا حذاك ومن ستك وانت ودود عليك ونحبك ونحبك. يا مليه ليه فهمني بلا طايره ونقزه انت عارف كنت يقول فمي. معناها لو كانوا كان العليه فارغ راه ولادي سكن حذاي ويبدا داخل عليا خارج مش كيف ما توا مراها كان بعد شكون يعرف عليه. وانت من المغرب قطك من ستني تسكر بيوتك وتخليني هونيه عامله عليا مغناني نبدا ندهدس وحدي. امان يا دوج انا نعمل عليك مغناني ونخليك وحدك؟ امان تي انا حتى كي نتشد الفوق في العلي الفه سونيا تعرفهم يتشدوا عليك تي الساعه الفه بالذات الروح والعقل فيك انت. اما على حكايه سيمونير حكايه سكنت وما نعرفش علي عاد يضر لي باش اسكن لهني لهني عليه قال لك هرب من خليقتي. لا مش هو الكنه تحب الاقدر نتاعها. يا زي عايشك بالقدر نتاعها يا اخي. انا وقت سقطتهولها قدرها ولا سقطتهولها؟ برا عايشك برا اطلع لعليك كمل قضيتك الكل وبعث لك الطفله ولفه باش تمشي معايا بقضايا. تفك عليك من دفتر خانه بالله ما تسمعش كلامهم والدار دارك وحتى حد ما عنده حاجه عندك. يا بناتي اش دخلنا في دفتر خانه وغيره باش تمشي معايا لطبيله الخياطه نشوف التبديله نتاعي حضرت ولا لا؟ وكان سمعت كلامي ومشيت كريت تبديله مش خيره فيها اللطف. لا بنيتي انا من قديم زمان نعرف الناس تكري تاكسي تكري حانوت كراسي اما تبادل لا خيتي. وعرس منير ولدي قال لك كلمه تغطي بمتاع الناس عريق. لا بنتي هاي بخافك ماله. اسمع قل لي عايشك سلام. عايشك قل سهل الابتسام تقول لك دي الولد بتاع الكوشه. يجي يا بطي الصينيه هيا بهي تنقل لك. استنى باش تعاود تفسيني في الطفل الصابر باش نشدك عليه من قبيله. يا هل ترى جاي السنه ولا لا؟ قال جاي وحضر فيك الكار سيجور نتاعها ولا شنو؟ انت حتى من القياس نتاع اخوته نتاع الحوايج والصبابط بعثناهم له والله اعلم. عاد
يا لالا بنتي عايزه نمشي هنا. ربي يرد الغايب على خير. نعم عروسه ميجي. مرحبا. وشنو اصلي زاده عندنا عروسه هاي السياره بجي سامي باش يعرس زاده. هيا مبروك مبروك. مسيكم بالخير. يا رحمك يا بو ديدح. ما عادش نستو. هيا بي ما يسيلش كله واقع. اصلي قهوه ولا كيستي؟ لا لا يا خالتي دوجه بارك الله فيك. اما كان فما جازوزه بارده ما فيها باس. وجدي ما في صنعتك. اسمع خالتي دوجه. نعم. انا فكرت وضربت خماسي فزداسي كما تقولوا ولقيتها. شنية اللي لقيتها؟ انت ماك حاسك بحانوتك. انا يا اخويا باش نخليها لك. يا غلبه يا سامي ولادي انت زاده باش تخليها لي. يا خالتي دوجه وفاء المكتوب والحانوت ضيقت عليا فمها في قاحه وانا بطبيعتي ما صورت فيها شيء. وزيد يا اخويا غدوني بدخان الكرهب اخر اخرات سي منصف جاء على نهايرين قعد شهرين يزيني يا اخويا واخرتها عاد الله مات ولا سي زبير هززني في نازله جمله. اي وانت شنو اللي ناوي تعملوا تو؟ ما عندي ما ناوي نعمل يزي من الحوانت. عملت مطلب للتلفزه هاني نستنى يقولوا لي باش ندخل نصور. لا الحق سوي بعات وقدي ومعنى اي مصور انا راني نصور. اي مصور وتصور لا في بالي بهذا ما لا 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 عاد اذا كان يقبلوك سامحني ولادي تو بجاه ربي علاش تخلوث فيا وتخلوث في مخك معايا؟ ها شنو اللي صار؟ هما كلمتين خفيف نظاف. ام تغشت على ولدها مقابله جبت ما عندك يا اخي. المره الاخرى كي جيتني وحبيت ترجع لي المفتاح اش قلت لك انا؟ ماني اعطيتهم لك ومن وقتها جبت لك شي حاجه؟ لا 14 مره برك يظهر لي. يا زي عاد مدك الزمار نتاعك بلا ريق وقمت تلف برا حانوتك. شو خالتي دوجه بالرسمي راه الله يسمعنا لبعضنا الخير. يا زي عاد وبدل عليها الحديث هذايا تو بجاه ربي عرس طفل منير ولدي اشكم باش يخدمه لي ترى؟ العرس؟ اه و دهنه تبيض وقيامه قد قامت هذا الكل ما في بالكش بيه ولا حتى نجيبوا لك بطاقه الاستدعاء يا اخي انت براني. نعرف عليكم انا وعندكم خيط طويل انتم بتاع ضو. احنا شو ما كيدنا كان الخيط هذايا نتاع الوحده نتاع الكاميرا نتاعك ولا شنيه؟ اسمع ونحب هكا سيت عزيزه وغالي نحبها هكا تشعل بمبر ورحمه الحاج لو كان ما تطلعش الكاسيت نظيفك ما نحبينا لما حوايجك نرميهم في الشارع. اي اي سي سامي هوينا تلقي نخاف الله. يلا ودي هتربي انا ما نحكيه. اقعد 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 حذيه. ها يظهر فيك حتى انت ناويه تحل حانوت زيد. شنو انا تتمقص عليا؟ بالك على خاطر نخدم عندك. اسمع نانا ماك تعرفني انا اولا ساعه عندي شهاده في الدكتيلو ثانيا قيدت السناء في الانفورماتيك قول هو نهز ساق تغرق الاخرى اما يجيني نهار ونتعب. ثاني فن ماخذ البرميت ربي عندي افق اخرى هنا عندي حشيت اخرى. هل تحكي عليهم الكل وقتاش تحصلت عليهم بعد مروحك ما دي ساعه من بحذايا؟ انا نسمع انا الوقت الضايع ليه الخدمه والعمل اللي ذكش نعرف خدمه والعمل. وجه يا بنتي وكان تككت عقلك وعملت راسك بقديك ومعنيك وحسبتني كيف اميمتك وانتي بنيتي وخليتني زهستك ووصلتك لعروسك كان ربي راك. نانا احببتي ولا ما حببتيشي انا بنتك بزهز ولا بلاش انا بنتك راهو فهمت وليش عليك انتي اصرف 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 من بعد تعرس لي ونمشي عليك وخليك وحدك يسيموني. يا لطيف يا بنيتي وجه باش طلع لي السكر لمخي انت علاش كل درجه تفكر فيا في عرس منير يا اخي انا نسيته ولا خاطر حبيت نتله هكا شويه كمل فكرني في الدار وفي الكويغذ الضايعه وفي العقود اللي تحرقوا وفي الدعي واللي كسب وتقص بهم لي حاجه نحكي لك. صبيحه مرت خو رشيد شكونهم هذوما؟ هذا ما كل كبر اللي يكونوا من دار مرت عمك ولا شكون هما؟ صحي ويا سعد بابا قالوا قطوس القاضي طلت من فوق سطحنا. مليح نانا صبيحة ذي عندها مدة وهي تخدم في الخارج في إيطاليا. إيش نعمل لها؟ عاد بعثت لي يا أخي أنا قلت الحق الحق نمشي نجرب حظي كان دادي ونخدم في الشركة. إيه هو معقول واحد يجرب حظه ساعة ساعة في الكنسيان والتسييق والمسحان يزيزي بلا ريق يزيزي بلا لادري هذي. نانا فاش قام؟ يا أخي ماني في النهار نخدم كاتبة في شركة وفي الليل قنصيرش. يا لطيف يا بنتي ليه تمرش في روحك وتعب في بدنك على صغر سنك باش ترسي لك تبل تضرب عشيرتين فشقا؟ إننا المسوار به غادي بربي كما مسوار بلا ريق بارد. اوه هذا الكل عتحوس يا بنتي اقعد حذايا هوني تو نخلصك فيهم مرتي. هو عندك فلوسنا؟ عندي علاش نحمد الله ونشكره. ايوا اسمع وحاجه اخرى يا طريز وتلم سقيك ما كانش مغنيني ورحمه الحاج لما نمشي لخالك ونحكي له على خنارك. لا انا معامله عليك باش تبرولو زعما. لا انا كلمه قص اشنيه الدار هذه الكل ماهيش رافعتك. تكتبي لي نانا
نحكي في الموضوع ذي بعد العرس. توا هدرا فيها يجبر لك. انا مانيش عارفه شبيني ملي خرجت من الكلينيك وانا نهار الكل في البيت هيك، وما تعجبني القاعده كان فيها. كان المرحوم ناديلي في وديعة الله. شو اخسر هكا ما عرفوا لما دخلوا وبعثوا له دبش يرحمه. قديش كان مرتو يبدا يوصي ويعاود ما تمسوليش كتبتي، ما تمسوليش دبشي. شو اخسر اسمك دي. ليش هكا؟ ليش يا وليدي؟ هذوما كتبت زعما سي منيرة اللي كانوا هبطوهم اللوطة للكعبة زعما هكيكة، وهذا تلوي شبيهم معوجين هكا. واه شنو هيك؟ ترى يا خيتي زعما هذا ما اللي لوجوا فيهم هذا زعما العقود. هي غلبة هذي هاي خنفوسة العدول. ترى هي وجيه اللهم وهذا كوكا التنبري نتاع بكري. يا غلبة نعقله. يا ابتسام يا ابتسام اجري يا بنتي اجري. نعم يا نانا نعم. يا نانا بالجي لعد تخصصوني بسواع تفجعني. لا ما تتفجعش ما تتفجعش. شو ثبت معايا هذيك مش هي كاينو تمبري مطبوع نتاع قبل. اي تعرفهم انت. وهذيك مش هي كاني خنفوسة نتاع عدولة. يظهر لي ثبت بالجي يا بنيتي. يا نانا انا والله اسمع كان بالفرنسي نقرا كان بالعربي هذيا وهالخط نتاع الخنفوس الحق ما نجموش. اشنو خاطر ناديت لك انا عميت وسميت ودقيت الحلقة تو نعيط لك لولفة. نادي اللولفة يا ألفة. هات الحول ألفة. اي نعم ايجا لا ايجا. شنو ايجا لا مش تعرف انت تقرا بالعربي مليحه. ترى ثبت لمين تكتب شو اقرا لي شوف شنو اللي فيه هذيك. ترى يا بنتي ان شاء الله عقل شيرال. اي ترى شوف كلام الكل ما نجمش نفهمه. تي شوف اللي تنجم تطلعوا منه فيه البركه. ترى اما هذي انه بيع اي وسلم انه شكون نسخ لص المذكره للشيخ عبد الملك بالاخضر مش هكا ليلي. اي هذاك هو اقرا مليح شيخ ابو الحسن كثاني. هذاك ابو الحسن بالطيب. هي غلبه هي استنى مبلغ جملي قدروا ندرى شنو هو هذي. تي هذيك نتاع فكر رهنيه هذوك هما يا ثاني هما. ايجا بابا ايجا. هاي مبروك يا نانا مبروك. يا وليدي هاتلي بو صخرة. إذا نساعدك مبروك على شنو؟ الزيزة ما كخذيتها وعرسك على بويب على ثم حاجة أخرى تفرح. ثم حاجة أخرى يا نانا ما كنتش تحلم بها. شنية ترى؟ هذوما العقود تذكر كي قلت يهزهم لعمك العروسي العادل اللي في رحيبة سيدي جبالي. هاي نتفكر. ما وفرت العقود. هاي. القوريق. هاي. هذه حجة تثبت اللي الرهنية. وقتها ما خلصنيه خاصة. أيوة. يعطيك الصحة. اي وهذية حجة أخرى يا نانا طلع شنية. وين نعرف يا ولادي؟ اي سيدي الحجة هذية تثبت اللي الحاج الله يرحمه اكتب لك هيبة الدار بحيوتها وعليها والحوين اللي تتابعينها الكل اللي كنتي وحدك حتى مش شاكك فيهم يا نانا. والله يا ولادي ما تمنتني فرحتني فرح قلبك يا ولادي. يجي لي أنا توا نبوسك يا ولادي. الله إن شاء الله يفرحك باللي يحب قلبك.
الحمد لله يرحمك يا حاج، يجعله لك قصر مشغله كما خممت عليا ميفا. نانا علاش تبكي يا نانا؟ مبروك يا نانا، مبروك يا نانا. الحمد لله. نانا قل لي نانا، ما كتب لي شيء عمي ستي جاني؟ حتى كان هو وليتي فارط ولا نسيا ولا ما جاش لبالو، انا ما نضيعكش، تقعدوني ستي طول عمرك قبل الرعيش. عروسه بالرعيشك يا نانا، بالرعيشك ما نساهاش انا. نكتب لها اسمع الحاج وصاك، قال لك زغرت حتى لين تسمع جماعه اللحوم الكل. زارتنا برشا بركة. يا عيسى أنا أبو العرس وأنا أبو العروس. أي مرحبا بيك يا سي أبو العروس. أشنو خمريتش حاطط يدي على رأس العروس ولا؟ لا هكاك أنت ماذا بيك تحط يدك على كل شيء. يا نانا تو هذا وقته تشنو يا اخي باش يختفني ما عنده وين يوصل. لا انا شبالي خايفه يا انا مش بنيتك من اللي هكا كبرك انت وليتي انا امك يا بابا في زغرته وزغرته. يا باتوسه رسول صدران اللوطية خمسة وخميس يا مبرا.
وين صخره.